ولمتابعة إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا تنضم إلينا شبكة مراسلين من اسطنبول علام صويحات، ومن إسلام أباد ينضم إلينا إسماعيل مطر، ومن لندن ينضم إلينا عمر شاكر. وأبدأ معك عمر بآخر وأهم الإجراءات التي اتخذتها لندن فيما يتصل بمواجهة فيروس كورونا، سواء في المطارات أو في الموانئ أو بشكل عام. بداية ياسر، هناك 14 حالة في بريطانيا تم اختبارها وفحصها ما إن كانت تحمل أعراض هذا الفيروس. 5 حالات منها تم الإعلان عن عدم إصابتها، بينما 9 حالات تنتظر النتيجة. بشكل عام الحكومة تقول إن هذه الاختبارات احترازية بشكل تام، ليس هناك اشتباه مباشر بهذه الحالات. لكن وزير الصحة مات هانكوك ذكر يوم أمس أن هناك احتمالية متزايدة لوجود حالات في بريطانيا، لكنه شدد على أن بلاده مستعدة بشكل تام للتعامل ومواجهة واحتواء هذا الفيروس. في هذه الأثناء هنا خلفي في مبنى الحكومة يجري اجتماع للجنة الطوارئ الحكومية تضم وزارة الداخلية والخارجية والتعليم والنقل لمناقشة استعدادات بريطانيا لمواجهة هذا الفيروس. هناك كذلك إجراءات وقائية تم اتخاذها في عدد من مطارات بريطانيا، مع بعض الرحلات القادمة من مناطق يشتبه بأنها تحمل الفيروس يتم سؤال المسافرين ما إن كانوا يحملون أعراضا مشابهة لأعراض هذا الفيروس. بشكل عام هكذا هو المشهد في بريطانيا، احترازي، وكذلك تجري الاستعدادات للتعامل مع أي حالة طارئة. نعم، ننتقل إلى إسلام أباد ومراسلنا إسماعيل مطر. إسماعيل، هل تختلف درجة ومستوى الاستعدادات في إسلام أباد عن غيرها من المدن الأخرى، أم أن هناك حالة من الاستعداد التام بشكل عام في باكستان؟ يبدو أننا فقدنا التواصل مع إسماعيل. نتحول إلى اسطنبول مع علام صويحات. علام، ترى ما هي آخر الإجراءات والمعلن من قبل الدولة التركية فيما يتصل بالاستعداد لمواجهة فيروس كورونا حسب الاهتمام داخل تركيا؟ بالفعل التعامل الرسمي مع هذا الأمر هو في أعلى مستوياته. وزارة الصحة التركية كانت قد أعلنت في بيان مكتوب يوم أمس أنها بدأت باتخاذ إجراءات استثنائية في المعابر الحدودية. اليوم وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا تحدث عن ذات الموضوع وقال إنهم بدأوا منذ ساعات فجر اليوم باتخاذ إجراءات استثنائية في المعابر الحدودية وخصوصا المطارات، والأمر يتعلق بشكل رئيس في المسافرين بالرحلات القادمة من الصين على وجه التحديد. قال إن هناك عملية فحص حراري تتم لكل المسافرين في الرحلات القادمة من الصين. حتى هذه اللحظة بحسب تصريح الوزير التركي لم يتم رصد أي حالة يشتبه بأنها تحمل هذا الفيروس من ممن قدموا بالفعل بهذه الرحلات.